زايد ملحة واللي ناوي فيها الصلحة ينسى. كيف بديناها تكبير تكبرنا قيمتنا صغرة ورضينا بجو التصفير. فكر كيف الفكرة كبرى كيف بديناها تكبير تكبرنا وقيمتنا صغرى ورضينا بجو التصفير. قعدنا كيف السلبيين اللي رضيوا يعيشوها بالدين وتمينا من فجعة لفجعة اللي ركبنا ضغط وسكر. الله ونعم الوكيل باهي. شاء الله خير يا حاج. كانك يا حاج. شاء الله خير. خير يا راجل. انتو خليتوا فيها خير يا راجل. لا باس يا حاج. كانك باس. انتو خليتوا فيها باس يا راجل. لا إذا الله. واللي بيتو هذا حالنا تول. هكي حال اللي بيبات قدام مصرف عشان خاطر 200 جنيه وانظر عد يحصلهن ولا ما يحصلها. يا حاج مشورنا يا حاج. نحن مواطنين وموظفين كيفنا كيفكم. حتى نحن نرجو في مرتباتنا. راه وين كيفنا انت ماش كيفنا انت كيف انتو عدنا الهبرة يا لك الفليشات يا لك. ونحن قالوا يرتع علينا نحن لله نعم بالله. هذا عاد خاطئ اللي عنده السكر صحيح. واللي عنده صرعة كان جحدها على الناس خاطئ هاد يا باتي مشاكل. يا باتي يا باتي والله ظلمتنا يا باتي. والله ما في دينا حجرة. هذه أزمة سيولة وإن شاء الله تعدي السيولة هذه لها متين حل. كيف تريد تحلوها أنت؟ كيف يا حاج؟ كيف؟ سهل. جماعة المدار اللي ينافوا البيانة وجماعة البنزينة وجماعة TNT ولا جماعة المسعاش اسمها الضمان كل ليلة يحطوا فلوس في البنك كاش. وجماعة الخير هذا ولا يقول كم حاجة خير نزل العملة القديمة يسي ولا نزلوا في الدولار. اتصرفوا يا جماعة. دلوا حل راو الليبي كاسبين دلوا حل الليبي راو تملح راو. يا حاج انا صراف عادي ما في يدي شيء. عليش تقولي في هالكلام فشن علاقتنا بالموضوع؟ ما فيش حاجة في يدك. كل شيء في يد الله. لا اله الا الله. والله هو اللي يعرف خير كم من شر كم والتحاسب عليه. راو الليبي ضيعتوها وحتى الحسب اللي دوب تحاسبونا عليه دوب تحاسبونا. راو الليبي هو اللي بيقعد عليه فرد خبزه يبكي. يستر الله يا بابا. يستر الله. هو ستار قبلك وبعدك. ها بالول الله رانا ذهايب اشقوا ليبيين واشقوا بيك واشقوا العرب اللي قالت ماتوا الدور مش تاكل. باي يا حاج نقدر نخدمك بحاجه؟ نقدر نساعدك؟ ساعدوا الناس ساعدوهم. حرام عليك. ساعدوهم مش ربي ساعدكم. ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء. الموضوع بينكم ان شاء الله ربي يفرجها عليكم. Let's go.
جاي تلف الى الكات هنا ولا جاي تخطب؟ اسمع عجبتك هذه؟ عجبتني تدك لايكم اسمع كيفك معي في الصفحه. اسمع 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 كويس اسمع حسب الاصول حسب الاصول ايوه ايوه انا جاي خطب بنتي صاحب اسامه المصدر شارب هذا من هو؟ مو راح يخطب فيك ولا كيف؟ لا يخطب بنتي الاخرى دارين بنت دارين مش عذرين لكن دارين جاي خطبها انا ما وفقتش رحت الحمد لله عندي باربع عيال لكن حسب الاصول حسب الاصول فهم ولا لا؟ انا ما عنديش مالك مشكله يخطب دارين لكن نسرين بي انا قلت لك انا حسب الاصول حسب الاصول جيب عليها قصه ماشي عاش قصدي كانت جبتها لي يعني مشاهدي اللي جو بتاع مصاريف زايدة ومش عارف كيف عاشت الزايدة هذي زايدة تضربك في بطنك قول امين لا الزايدة انحولت مشارين اكبر راسك جميل اكبر راسك اسمع 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 على انتي بنتك شايف الزايد المهر 5000 جنيه والمصروف تجيبها كامل ولك تنزل حليب على الكوست فهم ولا لا؟ رقم واحد ولا اثنين ودقيق جيب لنا خبزة لاني مدة 10 سنوات كل يوم جيب لنا خبزة الصبح خبزة ساخنة وكرة عارف ولا لا؟ ماشي وتعبي لها بنزينة وتجيب لها مرتبة من المصرف هذا يمكن لك تدرها لنا تقول تروح سجولة ما سجولة طور غيرنا لا بلاتي نحط فين بلاك خليات انجي فهم ولا مش فهم؟ بس واجدك يا عيشرة حسسني انه واخد بيانسي والله واجدك يا اسمع اسمع تبي تصدق باي تبي تصدق حصدق طوق جيك تبي تخطب بلاد الناس جيك مش تقول لي اكلمت على الماسنجر وافقت وقالت لك بابا موافق لا انا على الماسنجر وموافق لكن على الواتساب يختلف يختلف كليا باي ممكن تجي لي اضافه على الواتساب أنا أكترش الإضافة الواتساب للنساء فقط عائلات يعني قصدي عائلات أسمع أسمع عاجبك باي مش عاجبك هذي دور بلا تقرأ أنا بنتي خالية 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 يا عويش أنا يا عمي ممكن أعطيك إضافة بس نقولها لك تفضل راهو أنتو كان قعدتوا على هذا الحال وكل واحد قاعد يطلب على بنته فلوس وسياق ومش عارف شنو وصابه وتيروا في الصدام معناها البنات يعنزن وماشي كان في شيء جديد وماشي يصير منها بكل وليبيا تنقرض يعجبك هيك يا وحيش لا ما ما توضع ليبيا تنقرض لحظة محمد انا الكاتب بتاع المسلسل ليش كاتب هيك نص النهار والله مرضت وبكل والله جديد شوف شو موضوع اخر ماشي ماشي قصدي كان قاعدنا على نفس الشواطئ معناها علي اشترنا مساء الخير اليوم نحكيكم عن الفيس وكيف يتعاملون الليبيين مع الفيس يديروا في حاجات غريبة بك يعني مثلا تلقى واحد نزل انتقل رحمة الله فلان فلان يدي لك اعجاب متى ستستمعجب الميت ولا معجب النمات ولا واحدة تكتب أشعر بالمرض يدي لها أعجاب شو نتقد معهم مرافق أنت ها ولا حاجة أخرى حرف الهاء تعبتوا يا جماعة التهاب يشكي فيكم رافقتنا رواحكم كل ها 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 ألو ألو لا وفي حاجة أخرى تعبتني نفسيا يكيم نفتح في الصبح ده من الأسبوع الأخير يومك جميل نجا كتب لي إن لم ترسلها ستذهب إلى جهنم وبئس المسير أنت تمشي جهنم وبئس المسير خوفتني الله يخوفك يرعشك في الصبح تضربوا لي كف تيارك حاجة ما الشركة المرة دي شو هو دربك مساء الخير مساء الخير اليوم سلفي على موضوع مهم على فكرة سلفي هذا يجب شباب جديد توا
مش مفلت القرية ليش نقرب هاليش ها هاليش التاريخ كل مات عربي والله الحمد لله كل مات بالعربي ما عندناش أي مشكلة جغرافيا عارف حوشنا الإنجليزي الحمد لله أفلام جينا كلها مترجمة رضياته في آلة حاسبة يعني ما عندك رضيات آلة حاسبة عندك يعني انت علي علي اشتغل دربكي بعد ما تشوف ما فيها مواقفها وحكاويها يا تعرف عيشتك فيها يا فيها تريح يا إما تقول كيف حالي وفيها وصف لحوالي يا إما تحسها قصة وغير شطيح هذه جمهورية زلحة متملحة زايد ملحة واللي ناوي فيها الصلحة ينساك تصليح واللي فيها داير دوشة تلقاها منغنق في حوشة يصرف ويطرطش في قروشة مش راقي دريح يا زلحة فيك الحالة تمت شينا غيرتي فيك حال الناس الزينة لكن مهما درتي معنا دوم عشمنا في مولانا دوم عشمنا في مولانا